نشوف كده نجومنا اللي احترفوا على في الفترات الاخيره ميدو زيدان كوكا. اتفضل يا استاذ. يا الاحصائيه دي يا استاذ مهيب انا عملتها يمكن لسبب مهم جدا، ان خلال الاسبوع ده احنا قلنا ان الفقره دي هنستعرض فيها ارقام الاسبوع. خلال الاسبوع ده كوكا عمل انجازين، الانجاز مع الفريق ان نادي اولمبياكوس اليوناني توج بالدوري اليوناني بصوره رسميه خلال الاسبوع الحالي، وبالتالي كوكا حصل بطوله ودي البطوله الثانيه لكوكا بعد ما فاز بكاس البرتغال من قبل مع سبورتنج براغا. الانجاز الثاني اللي كوكا عمله ومحدش خد باله منه ان احمد حسن كوكا رغم ما يثار عليه من يمكن هجوم شويه من جماهير الكره المصريه، تعادل مع احمد حسام ميدو النجم الكبير المصري العالمي في عدد الاهداف اللي سجلها مع الانديه الاوروبيه في الاحتراف بتاعه. احمد حسام ميدو على مدار تاريخه بالكامل سجل 78 هدف مع الانديه الاوروبيه في 259 مباراه، كوكا بالهدفين اللي سجلهم مع فريق اولمبياكوس في مرمى اوفي يمكن امس بالدوري اليوناني وصل ايضا 78 هدف مع كل الانديه اللي لعب فيها في اوروبا في 252 مباراه، يعني عادل اهداف ميدو ولكن كمان كوكا سجل اهداف في عدد ماتشات اقل. تمام. طبعا مهم جدا لكوكا ان هو بيعادل اهداف ميدو، تفوق كمان على محمد زيدان، زيدان يمكن سجل 60 هدف مع الانديه اللي لعب فيها في 195 مباراه، تقريبا معدلهم التهديفي الثلاثه زي بعض، يعني نفس النسبه 3/10 هدف في كل مباراه او هدف كل ثلاث ماتشات، هو نفس المعدل التهديفي لميدو ومحمد زيدان وكوكا. تمام. عدد البطولات ميدو خد 4 بطولات مع الانديه الاوروبيه، زيدان خد 3 بطولات وكوكا وصل بطولتين. عايز بس اقول للجماهير ان الارقام دي بتؤكد ان احمد حسن كوكا مهاجم مميز ومهاجم يستحق فرصه ثانيه مع منتخب مصر، يستحق الصبر عليه شويه يمكن هو غير موفق مع المنتخب الفتره الاخيره ان شاء الله. لا كوكا حظه وحش فعلا مع المنتخب، كوكا حظه وحش فعلا مع المنتخب، امكانياته بالضبط. كبيرة وكان متألق في البرتغال وكان بيعمل أداء جيد، لكن فعلا حظه وحش مع المنتخب، كنت أتمنى أنه يكون موجود في كأس العالم.